بسم الله الرحمن الرحيم. خش في الموضوع على طول كده عشان ما نضيعش وقت. بالنسبة للدهانات، فالدهانات لها تقسيمات كتير. في تقسيمات حسب الاستخدام، مثلا زي ان في دهانات بتستخدم للحوائط، دهانات بتستخدم للأخشاب، دهانات بتستخدم للسيارات، دهانات بتستخدم كعزل، دهانات العوازل بتستخدم للسفن. وكل تطبيق وطريقة تطبيق معينة دهانات معينة خاصة بيها. فده تصنيف دهانات حسب الاستخدام. زي ما قلنا، دهانات إنشائية مثلا دي اللي هي بتبقى دهانات الإنشائية الخاصة بالحوائط والمباني، وزي البلاستيك والمعجون وكل الكلام ده. وفي دهانات تانية للسيارات، زي طبعا معروف الفيلر، الدوكو، الورنش الزجاجي الخاص بالسيارات اللي هو الأكريليك والكلام ده كله. وفي دهانة تانية للأخشاب زي الورنيش والسيلر والفيلر الخاص بالأخشاب برضو اللي هو الفيلر السريع وإلخ إلخ. في تصنيف تاني بالنسبة للدهانات، وهو على حسب المكونات الخاصة بالدهان. في دهانات أساس حمائي وتربيز كوتينج، ودهانات أساسها مذيبات عضوية سولفنت بيز كوتينج. وتربيز كوتينج بتخفف بالمية لما بنيجي نطبقها، زي البلاستيك والمعجون دي بتخفف بالمية لما بنيجي نطبقها، والسولفنت بيز كوتينج بتخفف بمذيبات خاصة بيها زي التنر مثلا بالنسبة لورنشات معينة، وزي مثلا الجاز أو النفط بالنسبة للكيهات. دي تعتبر سولفنت بيز كوتنج، اساسها عضوي مش اساسها مائي. طب ايه هي مكونات الدهان بصفه عامه، وايه هي العناصر الاساسيه اللي بتخش في تصنيع الدهان مهما كان نوعه؟ الحاجه الاساسيه الاوليه اللي بتخش في تصنيع الدهان واللي بتتحكم في نوعه بشكل كبير وهيطبق ازاي وهيطبق على ايه، هي حاجه اسمها بيندر او الريزن. والريزن ده هو العمود الفقري الخاص بكل منتج دهان، وده اللي على اساس الريزن، وعلى اساس نوع الريزن بتحدد نوع الدهان اللي هتستخدمه فيه وتطبيقه. يعني مثلا في ريزنات خاصه بدهانات السيارات، ريزنات خاصه بدهانات البلاستيك، دهانات خاصه بدهانات الاخشاب والبرنيشات ومنتجات معينه للاخشاب. حسب نوع الريزن هو اللي بيحدد بصفه كبيره نوع الدهان. وزي ما قلت، الريزن هو العمود الفقري للدهان، وهو المسؤول عن طريقة التطبيق وعن كفاءة الدهان. يعني الريزن الجيد بيدي أداء جيد في الدهان في المنتج النهائي، ولو نفس نوع الريزن بس الكواليتي بتاعته أقل ممكن يظهر في المنتج مشاكل بشكل كبير. والريزن دوت أو كلمة بيندر يعني المادة الرابطة اللي بتربط مكونات الدهان ببعضها، وهو عبارة عن بوليمر معمول من حاجات معينة بحيث انه يربط بين مكونات الدهان وبعضها، وبيكون مسؤول على كتير من الخواص الفيزيائية والكيميائية لمنتج الدهان. وفي ريزينات خاصة بالمنتجات المائية، وريزينات تانية خاصة بالمنتجات سولفنت بيز كوتنج او المنتجات الدهان العضوية اللي اساسها عضوي. الدهان بيستخدم في الدهان عضوي وبيتحل بمذيبات عضوية. لو الريزن مائي بيستخدم في منتج دهان مائي وبيتحل بمذيبات بالماء أو المياه. يبقى عرفنا المكون الأساسي والأول، وأول مكون معانا بيخش في تصنيع الدهانات هو الريزن. والريزن قلنا منه السولفنت بيز ومنه الووتر بيز، وعلى حسب سولفنت بيز او ووتر بيز بنحدد المذيبات اللي ممكن تخش معاه، وعلى حسب طبعا نوع الريزن ذات نفسه، يعني حسب البوليمر اللي هو ايه معمول منه. من اشهر انواع الريزن الالكيد ريزن، سواء شورت الكيد او سيمي الكيد او لونج الكيد ريزن. انواع كتيرة من البوليمرات. العنصر التاني اللي بيخش في تصنيع الدهانات هي المذيبات، والمذيبات دي بتكون هي المسؤولة عن ضبط زوجة المنتج التام او الدهان اللي انت بتشتغل بيه، بحيث ان حسب المذيب اللي داخل بيتحكم في اللي زوجته
لان المذيب دوت عباره عن مواد سائله، فمسؤوليتها انها بتخفف الريزن وبتخفف الحاجات التانية اللي بتخش مع الريزن في تصنيع الدهان، فهو اللي بيتحكم في لزوجة الدهان اذا كان تقيل خفيف وسط وهكذا، بحيث انه يكون بلزوجه مناسبه، وفي نفس الوقت ان هو يكون بيأدي بأداء جيد وبيتحكم في خواص، طبعا في خواص الذوبان للمنتج التام، يعني ازاي يعني لازم المذيبات تكون مناسبة للوسيلة التخفيف النهائية للمنتج، زي الماء غير عضوي. مذيبات عضوية طبعا في الكحولات وفيه الاسترات وفيه الكيتونات، وكل الكلام ده يعتبر مذيبات عضوية. ومذيبات غير عضوية زي المياه. عنصر ثالث مهم من اللي بيخشوا في تصنيع الدهانات هي البيجمنتس أو الأصباغ المسؤولة عن إعطاء لون للدهان. والبيجمنت برضو في منها إن أورجانيك بيجمنت يعني غير عضوية، وأورجانيك بيجمنت يعني عضوية. يبقى البيجمنت هو المسؤول عن إعطاء لون الدهان، وهو بيكون يا إما لون بيجمنت عضوي يا إما غير عضوي. يعني مثلا عندنا تيتانيوم دايوكسيد اللي هو المسؤول عن اعطاء اللون الابيض، ده بيجمنت غير عضوي. ومن امثله الاورجانيك بيجمنت الكبر في سالو سيانايد. عنصر تاني ومهم في مكونات الدهان هو الفيلرز، والفيلرز دي بتبقى عباره عن بودره بودر مسؤوله عن تقليل تكلفه الدهان، وبتتحكم برضو مش تقليل تكلفة فقط، ولكن بتتحكم في الخواص برضو الفيزيائية للمنتج، من حيث الادهيجن، من حيث الصلابة بتاعته والمرونة، من حيث الالتصاق، من حيث الاتسكراتش. خواص فيزيائية كتيرة بتتحكم فيها، وطبعا بتتحكم في خواص تانية برضو زي لزوجة المنتج، وطبعا ممكن برضو تتفاعل وتخش في تفاعل كيميائي مع أحد المكونات في التركيبة، وتأثر برضو في حاجات معينة في المنتج. لكن بيكون وظيفتها الأساسية أو المميزة ليها إنها بتقلل بشكل كبير من تكلفة المنتج، لأنها بتكون أرخص حاجة داخلة في التركيبة. من العناصر المهمة جدا في تركيبة الدهانات هو الاديتيفز، والاديتيفز او الاضافات دي حاجات بتتحط بنسب صغيره جدا بيكون لها وظيفه مهمه. وبيكون مثلا وظيفه الاديتيفز ديت ان ممكن نحط منها حاجه بسيطه جدا، 1% او 2% عشان بس اطلع الهواء اللي موجود في التركيبه ما يبقاش فيها هواء، زي الانتي فوم، او ان انا ازود الفرد بتاع السطح، او ازود اللمعه، او احسن من شكل السطح بشكل عام، البريق بتاعه، او يحسن من المشاكل اللي بتظهر في السطح بعد التطبيق، او الرش، او السحب بفرشه، او السحب برولة، حسب الاستخدام. وطبعا دي كل حاجه ولها الحاجه بتاعتها اللي بتستخدم عشان تحلها. طبعا دي بتكون غاليه جدا وبتتحط بنسب بسيطه جدا، لانها مع النسب البسيطه دي بتعمل دور وبتنقل الدهان في حته تانية خالص. دي معظم المكونات اللي بتكون داخلة في تصنيع الدهانات. يا رب تكونوا استفدتم، وإن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل في مرات تانية بعد كده.